انتهت أمس المرحلة الثانية من الانتخابات، وإحنا دلوقتي في انتظار المرحلة الثالثة. وفاز الحقيقة بعدد كبير من المقاعد الحرية والعدالة. هنشوف في المرحلة الثالثة هيعملوا إيه. والنهاردة معانا الأستاذ أيمن سرور، خبير الدولي لمراقبة الانتخابات. صباح الخير يا فندم، صباح ونهارك الخير. سعيد. اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الخير استاذ ايمن. صباح الخير استاذ ايمن، يعني اسمح لي بس اول سؤال كده سريع. نعم. قبل ما نخش على الانتخابات بتاعتنا اتفضل. واللي حصل فيها المرحله نعم. الثانيه نعم. والتجاوزات والكلام ده، نعم. يعني ايه خبير او دولي او مراقب دولي؟ فهمني الحته دي، يعني ازاي وفي نفس الوقت يعني ازاي مثلا شاب يبقى بيكون بيتفرج علينا دلوقتي نفسه يبقى مثلا مراقب دولي للانتخابات او مراقب عموما؟ يعني شكرا لحضرتك على السؤال. هو يعني خليني شويه الواحد يعني يبقى واضح، يعني مش حاجه كبيره قوي، مش حاجه رهيبه، يعني مش عالم ذره يعني، او عالم زي الدكتور زويل. يعني نامل ان في يوم من الايام نحقق حاجه، يعني حتى 10 واحد من 10 زي الناس دي. تمام. هي ببساطه شديده بتبدا من خلال عملك من خلال منظمات غير الحكوميه، كويس. سواء محليه او اقليميه او دوليه. واذا كان المكان اللي انت بتشتغل معاه او اللي انت عضو فيه كمنظمه غير حكوميه في وقت من الاوقات بيراقب الانتخابات، بتبدا في تلقي تدريب معين على المستوى المحلي، ثم مع تراكم خبرات وتراكم سنين بتيجي الفرصه نتيجه جهدك وعملك. لازم مساله تبقى واضحه لكل الشباب، مش مجرد انك بتشتغل فاوتوماتيك بالاقدميه هتبقى كويس وتروح تراقب في دول تانية. لا، لان انت كويس، لان انت عندك عين بتراقب صح، لان انت عندك فهم شديد يعني انتخابات وقواعد مراقبه انتخابات، ثم بتجيلك الفرصه. ودي بكل تاكيد بتيجي، يعني في ناس تقعد تقول يا بقالي سنين وما روحتش وما جيتش. لا لا لا، بتيجي بتيجي. بتبدا دايما في دول الجوار، فبتبقى مساله اقليميه، ثم مع خبرتك مع تميزك بتبدا تبقى دولي. طيب حضرتك دلوقتي قلت لنا قبل الهوا ان حضرتك كنت في العديد من الانتخابات، راقبت العديد من الانتخابات في نعم. كثير من الدول. نعم. ايه الفرق بيننا وبين بره؟ باختصار شديد التنظيم. يعني باختصار شديد تنظيم. انا مش مؤمن ابدا بنظريه ان في سبب واحد للنجاح او للفشل، ولكن التنظيم هو المساله الاساسيه في اي عمل. في الانتخابات نفس الشيء، فكره التنظيم سواء كان التنظيم القانوني، التنظيم الفني، التنظيم الاداري، والتنظيم بتاع الاشخاص القائمين على العمليه الانتخابيه بما فيهم الناخبين. بمعنى ما يكون في مجتمع في نسبه تعليم عاليه، فالاشخاص منظمين بطبيعتهم وعارفين هم حتى لما يقف في الصف هيبقى منظم. اللي جاي مشرف على الانتخابات هو منظم بطبيعته، لان طريقه التعليم اللي تلقاها فارقه معاه في دوله. هي ايه؟ فهي فكره التنظيم بشكل اساسي. الجزء الثاني المهم جدا معاه هو فكره الاراده السياسيه، وديت بيبقى ليها علاقه يعني السلطه السياسيه اللي في بلد ما في الانتخابات. هل في اراده سياسيه لاجراء انتخابات حقيقيه ولا سد خانه؟ ببساطه شديده، اذا كانت في الاراده دي مع التنظيم بتطلع الانتخابات في منتهى السهوله وفي منتهى الجوده. استاذ ايمن، انت كنت مراقب انتخابات في الفترات اللي قبل كده او السنوات اللي قبل كده في مصر؟ في مصر انا من 95، يعني كان ليا الحظ مع زملاء اعزاء يمكن يكونوا بيشوفونا دلوقتي. من اوائل الناس اللي راقبنا الانتخابات مع المنظمه المصريه لحقوق الانسان في عام 1995، قبل ما يكون في اي كلمه مراقبه. واما كان ساعتها المراقب ده شيء يعني الشرطه كان بالنسبه لها العدو الاول. يعني طب يعني ايه الفرق ما بين ايام 95 و 2011؟ لا، فرق رهيب. فرق رهيب رهيب بكل ما تعنيه الكلمه. ايه بقى؟ في 95 احنا بكل ما تعنيه الكلمه، اولا لم يكن هنالك اي نوع من التصاريح للمراقبين. كلمه مراقب وكلمه تصريح دي ما كانتش موجوده. كويس. بالمره. كويس. نمره 2، كان طريقه التعامل شديده القسوه من جانب يعني الامن، خلينا اقول امن، يعني استخدم لفظ امن عشان ما اقولش شرطه، وكانت وحشه وحلوه والتفاصيل اللي كلنا عارفينها. من جانب الامن كان عنيف بدرجه غير عاديه، مجرد ما يشك انك تكون بتراقب انت خلاص انت انتهيت بكل ما تعنيه الكلمه. يعني مش عايز يعرف، يعني مش عايزك تعرف ايه اللي بيحصل. بكل تاكيد، بكل تاكيد. لكن دوت خلى الحقيقه عمل نوع من تراكم الخبرات عند الناس نتيجه الكر والفر ولعبه القط والفار ما بينك وبين الامن. خلى ناس كتيره بقى عندها خبره ازاي تراقب وبرضه تطلع المعلومه وتوثقها. دي مساله مهمه جدا جدا في مساله المراقبه. مش مجرد ان انا قاعد بتفرج كده وخلاص، لا، واوثق عشان ما اجي اقول لحضرتك حصل وقعه في الحته الفلانيه، دليلك ايه؟ ايش عرفني انها حصل؟ ففكره التوثيق مهمه. الجزء الثالث كمان في الفرق ما بين 95 و 2011، ان انت بكل ما تعنيه الكلمه عندك حاله فهم شديده جدا من الناخبين لموضوع المراقبه. الناخبين نفسهم، ودوت احنا شفناه يعني من خلال اليومين اللي فاتوا والجوله الاولى، ان الناخب نفسه لما بيشوف حاجه خطا بقى بيقول للقاضي او بيقول للضابط الجيش اللي واقف على باب المدرسه، بيقول له لا دي المفروض تبقى كذا، ده هنا المفروض يبقى متعلق كشف. في 95 ما كانش في ناخبين اصلا.
ده الجزء الرابع اللي كنت اكلمك عليه، هو الاقبال. تمام. حتى مع ان احنا رصدين ان في نوع من الانخفاض التدريجي في المرحله الاولى او من المرحله الثانيه للاولى، ده صحيح، لكن في كل الاحوال اقل يوم شارك فيه ناخبين، ويمكن انا اقدر اقول بمنتهى الوضوح والتاكد انه كان اليوم الثاني من الاعاده بالامس، لا يقارن باي انتخابات اجريت من 2010 ونازل لحد 95، ده اللي انا شفته اللي قبل كده ما اقدرش اتكلم عليه، لا يقارن درجه المشاركه، لا اعلى، اعلى بكتير. نعم. يعني احنا في اعلى، يعني حتى رسميا في 2010 يعني النظام السابق كان بيعلن ان المشاركه في حدود 23%، مع كل ما نعلمه عن اخطاء وتزوير وخلاف، لا المشاركه فرقه جدا، ده فرق كبير برضه ما بين 95 و2011. حتى الناس حاسه ان هي بتعمل حاجه جديده، نازلين مقبلين جدا على الانتخابات وحابين المساله. ايوه. طيب حضرتك شايف المرحله الثانيه من الانتخابات مشيت ازاي، وايه الفرق بينها وبين المرحله الاولى؟ عايزين نعرف الانتهاكات اللي حصلت في مساله مهمه في مساله الانتهاكات، وخلينا اوضح للناس حاجه، في ناس كتير ما بتحبش كلمه انتهاك. يعني طب نعرف طب السلبيات والايجابيات بالظبط، هو ده اللي انا عايز اقوله، ان انا ممكن اسميها انتهاكات وحضرتك ممكن تسميها مخالفات، والاستاذ اشرف عفوا ممكن يسميها ملاحظات، لان ما بنتكلم كلنا على نفس الشيء. وهو كل مخالفه لقواعد الانتخابات بموجب القانون المصري والاتفاقيات اللي موقعه ومنضمه ليها مصر. هو ده المقصود من المساله. يعني انا لما براقب، انت بتراقب ايه؟ الناس بتتفرج على الناس على ايه؟ على اي اساس؟ براقب بشوف قوانين الانتخابات المحلية اللي أصدرها اللي صدرت في مصر، براقب الاتفاقيات اللي مصر منضمة إليها اللي برضو ليها علاقة بالانتخابات، ثم القرارات بتاع مثلا اللجنة العليا للانتخابات اللي بتنظم العملية الانتخابية. دوت أنا بحط كده قدامي وأقعد أشوف الناحية الأخرى اللي بيحصل على الأرض إيه. كل ما يخالف هذه القواعد والقوانين سميه انتهاك، مخالفة، سميه مصيبة سوداء، زي ما أنت عايز. واحد بنتكلم على نفس الشيء. الفرق الرئيسي تمام، الفرق الرئيسي الحقيقه ما بين المجموعه، عفوا، المرحله الثانيه والاولى هو ازدياد العنف. يعني ازدياد العنف لان كان عندنا بعض حوادث اطلاق النار في محافظات السويس ونتج عنها حاله وفاه، يعني كانت اصابه، وحتى يعني ال- 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 الناخب اللي توفى يعني كان ناخب عادي، ما هوش احد المشتركين في اطلاق النار، يعني انصار اثنين مرشحين اطلقوا النار على بعض، فالناخب موجود في الصف زيه زي بقيه الناس، فجت رصاصه في بطنه في اليوم التالي اتوفى، دي في احد القرى اللي تابعه لاسم او لمنطقه الجناين في السويس. في نفس اليوم كانت يعني محافظه سوهاج فيها اكتر من حادثه اطلاق نار بسبب الانتخابات، وانا هنا دايما بفرق ما بين اطلاق النار او عنف بسبب الانتخابات او عنف ملوش علاقه. يعني احنا محافظه سوهاج اللي بتكلم فيها كان عندي حوالي 3 او 4 حالات اطلاق نار، واحده منهم كانت حاله طار، ناس كانت بتاخد بالطار في توقيت الانتخابات، ملهاش علاقه، ما اقدرش احسبها ان ده الانتخابات وبتاع، ولم تغلق لجان. في الاقصر برضو في المرحله الاولى على سبيل المثال كان في حاله اطلاق نار، كان في احد المجرمين، الشرطه بتجري وراه، كل الناس وكل الجرايد ابتدت تقول ده في اطلاق نار في الاقصر عشان الانتخابات، تماما مش ليه علاقه. دي مساله مهمه، فانا اقصد هنا العنف اللي مرتبط او بسبب الانتخابات دوت ما شفناهوش في المرحله الاولى. يعني دوت عنف اطلاق نار، ناس بتصاب، ناس بتعور. يعني في المرحله الثانيه انا عندي في اليومين الاولانيين في ضابط جيش في سوهاج اتعور نتيجه اطلاق النار اللي ما بين كان الانصار المرشحين. الجزء الثاني كمان استاذ ايمن، معلش، بما انك انت موجود او زمايلك موجودين في ارض الواقع كده في الانتخابات اللي بتحصل فيها ضرب نار دي، بتبقى البدايه عامله ازاي؟ يعني بدايه المشده بحيث انها توصل لدرجه ان انا اطلع مسدس واضرب الثاني، هقول نضرب بعض بالمسدسات، هقول لحضرتك على 3 مواقف اللي هم بتوع السويس وبتاع ال يعني اديني واحد منهم افهم منه ازاي الحكايه يعني بتوصل لكده. ايه هو ليه علاقه بالطبيعه القبليه بتاع المكان؟ بمعنى ما بتكلم على سواج، يعني مفهوم سواج صعيد مصر، مع كل احترام لاخواننا من الجنوب، انا شخصيا يعني من اول الصعيد، لكن دايما في حافز ل نقول ايه، انفلات الاعصاب. انفلات الاعصاب هو مش ماشيين بسلاح، ما حدش ماشي بسلاح في جيبه، ومحدش بيقدر يخش اللجنه وفي سلاح لان في جيش موجود وبيفتش الناس وهي داخله، فعمليا ما بيحصلش. انما اللي كان اللي حصل في غالب الحالات ان بتحصل مشاده كويس، تبدا بخناقه، تبدا باشتباك. المشاده دي ايه؟ يعني انا بحب مثلا الاخوان، لا انا بحب السلفيين، لا انا بحب العداله. حضرتك المثل بتاع سوهاج يعني شويه لانه مختلف، ومثل السويس ينطبق على اللي حضرتك بتقوله. طيب. في سوهاج على سبيل المثال احد الشباب داخل، ف دخل اللجنه جوه، فيعني دخل على القاضي كده، طب انت شوف رقمك، رقمك ايه، حصلت مشاده وخلافه، فالشاب طلع مطوه سلاح ابيض، طبعا جري ضابط الجيش والتامين جم مسكوه حجزوه في احدى الغرف، اهله عرفوا، جم اهله كلهم بالسلاح. لما جم اهله بالسلاح في جيش
والجيش مش من مهامه، كان برضه خلينا نبقى وضوح انه يقوم بعمل الشرطه، فما عندوش الجزء اللي حصل ايه السياسه في ايه المنطقه ديت، ممكن الكتيبه كلها او الوحده كلها اللي بتامن جايه من مكان اخر غير البلد ده وخلافه، فحصلت مشاده فابتدى ضرب النار، اتضرب عليه نار فبيضرب نار هو كمان فاصيب بالظبط. في السويس كانت المشاده ما بين انصار مرشحين مستقلين حقيقه يقال، يعني ما كانش من قوائم احزاب ايا ما كانت، كان اثنين مرشحين بعيدا عن جزء بقى الفلول والتفاصيل دي كلها، كان اثنين مرشحين متعودين طول عمرهم ينزلوا الانتخابات، فحصلت برضو المشاده نفس الشيء، ده بيوزع ورق لا ده سيبه انت كذا انت كذا، بدات المشاده فحصل اضراب طلق نار. كان خارج المدرسه، ما كانش جوه المدرسه، كان خارج المحطه الانتخابيه، واقف الراجل في الصف خلاص بقى اللي بيضرب نار ده يعني ما مش، فجات له رصاصه خطا فتاني يوم اتوفى. ما مش قادر اقول وما اقدرش اقول تحت اي ظرف انها كانت مرتبه سلفا. نعم. لا. لا يعني مش رايح حد بسلاح، وليده موت العصبيه بالظبط، فيبعت تجيب سلاح لكن مش في ساعتها بيطلع السلاح. الواقعه الثالثه ودي الحقيقه يعني كانت شويه غريبه بس ما حصلش فيها اطلاق نار الحمد لله، كانت في الجيزه في العياط، يعني احد القضاة مع كل الاحترام احنا عندنا اسمه طبعا وتفاصيله، وهو يعني ابن احد المسؤولين المشهورين جدا سابقا والمحترمين ايضا، يعني حصل المشاده زي المشادات اللي بنحكي عليها، فطلع سلاحه الشخصي هدد بيه اكتر من مره في نفس اليوم، مجرد انه هدد ما حصلش اطلاق نار، لكن في مواقف الشد العصبي ما حدش يضمن اللي ممكن يحصل ولو بطريق الخطا. حوادث كلها ناتجه عن انفلات اعصاب، واعتقد في جزء منها كان سببه الارهاق نتيجه طول المده، خصوصا اول يوم في كل مرحله من 8 صباحا ل 9 مساء، 13 ساعه قاتله قاتله تخلي اي حد اعصابه تفلت. ده مش مبرر بكل تاكيد، مش مبرر، لان اللي ما يقدرش اللي ما عندوش سيطره على اعصابه ما يشاركش. نعم. واقصد هنا الناخبين كل اطراف العمليه الانتخابيه، ناخبين او مرشحين بانصارهم بموظفي انتخابات، يعني لازم حتى المراقبين. وده جزء تاني خليني اقول لحضرتك، شفناه برضو الحقيقه وكان يعني لطيف يعني من جانب الفكاهه، ان كان في بعض رؤساء اللجان كانوا بيسالوا المراقبين بقول لك ايه، هو انا دلوقتي حصل الموقف دوت، يعني مثلا واحده يعني ناخبه دخلت ناخبه فمرقب او منتقبه تمام، فما عندوش ستات يعني ما هوش ستات في من ضمن الموظفين عشان يكشف عليها، فالراجل محترم التقاليد والعادات رغم ان كانوا من حقه انه يعني يتحقق من الشخصيه. فبالصدفه ان المراقبه يعني بنت او ست، فلما تقعدي معايا شويه يعني تكشفي عليهم، فبتتصل بينا في غرفه العمليه تقعد معاه، فهي عندها التدريب المراقب ما بيتدخلش في العمليه الانتخابيه تماما، ملوش دعوه. ممكن يبطل العمليه الانتخابيه لو المراقب تدخل؟ لا 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 يبطلها، لان القاضي موجود وادام ما فيش مساس بالاجراءات ما فيش ابطال. لكن هنا الجزء اللي هو بنسميه ايه، انت الموقف على الارض خلاك انت عايز تتعاون. نعم. والراجل هنا لو حد ساعته، ما فيش ستات، لو ما حد ساعته طب هتوقف اللجنه، طب الناخبه ديت هتمشي. فقلنا لها اقعدي شيلي الكارنيه بتاعك كمراقبه واقعدي باعتبارك ناخبه. فقعدت شويه تساعد معاها، بعد ساعتين طولت الحكايه، لا انت عندك شغل بقى يعني مش للدرجه دي يعني امشي بره. ده كان نموذج جميل وكان في الصعيد، يعني كان تحديدا في اسوان، يعني كان ده كان جميل يعني من الحاجات اللي بتشوفها على الارض. هنا في فهم من القاضي العام وفي فهم من المراقب، يعني في ناس تقعد لا ده خطا، لا ده المراقب قعده، ده مش عارف مع مين، لا 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 بس يعني كان داون كده يعني ايه ده، يعني في مسائل اجرائيه ما حدش يمسها. تمام. بس تمام. في برضو انك تشتغل، لان احنا هدفنا ايه، انا اللي براقب والقاضي اللي قاعد واللجنه العليا، ان تتم انتخابات بطريقه صحيحه، فرص جميع المرشحين فيها متكافئه، واكتر عدد من الناخبين يروح ينتخب. احنا عايزين حاجه غير كده؟ مين يكسب مين يخسر دي مساله مش دي، ما مش بالمره ملهاش يعني مش شغلنا، مش شغلنا.